ازيكم، انا مي حسن وقناتي بيور فودز. النهارده بقى جوزي صنايعي شاطر قوي، عمل لي عيش شاورما جميل جدا. العيش السوري تقدري تحشي شاورما لحمه مفرومه تونه زي ما احنا هنعمل النهارده، وطريقته سهله جدا. تعالوا بينا بقى نخش على الطريقه على طول. بصوا، احنا جبنا شويه ميه، حوالي لتر ميه بالظبط، واحط شويه ملح صغيرين، ذره ملح، دي مقادير كيلو دقيق، تمام. وهقلب الملح، هحط شويه زيت. خد بالكوا العيش السوري كله بالزيت، يعني اساسه الزيت، فهنحط في الاول حاجه خالص في العجين هنحط شويه زيت، وبعد كده هنزل بكيلو دقيق كله مره واحده. هنعجنه بقى كويس لحد ما العجينة كلها تتماسك معايا تماما. زي ما انتوا شايفين العجينة خلاص بقت متماسكة معايا. هنبدأ بقى نقطعها كور متساوية زي ما انتوا شايفين، دي عدد الأرغفة اللي احنا هنعملها. بعدين هنبدا بقى نبططها كده شويه زي نفردها. العجينه دي يا جماعه من غير خميره، يعني عجينه العيش السوري من غير خميره خالص. ونبدا نفردها كل كوره كده لوحدها، نبططها كده، وبعد كده نبدا نفردها واحده واحده. بصوا، احنا بنفرد بزيت، يعني بنفرد العجينه دي بالزيت وبنفردها بايدينا، بيكون جنبك طبق زيت وتفردي بيها العجينه زي ما انتوا شايفين كده بالظبط لحد ما اخلص الكميه كلها، وارجع لكم تاني. بصوا، احنا بدأنا كده بعد ما فردناهم تاني حطيناهم فوق بعض، بدأنا نمسك كمان واحدة كل واحدة لوحدها ونفردها تاني زي ما انتوا شايفين. هو طبعا عشان شيف فطير ومعجنات فبيعملها بطريقة الفطير، وهنفردهم تاني كده زي ما انتوا شايفين. هو طبعا شيف بتاع فطير بقى وكده، فاحنا هتحاولي تفردي على قد ما تقدري. اهم حاجة العجينة ما تكونش تخينة قوي معاكي. هنخلص بقى كده الكمية كلها ونرجع لكم تاني. بصوا، احنا كده خلصنا، هنبدأ بقى نحضر الحشوة. هنجيب كيس صلصة او لو عندك برطمان صلصة، وتفضي شويه وتحطي عليهم زعتر وبهارات بتاعتك، البهارات اللي انت عايزاها تستطعميها في العيش. احنا حطينا فلفل اسود وحطينا ملح وزعتر، تمام. ده شكل العيش. احنا دلوقتي بنحطه في الفرن يقعد تشميعه، بس اسمها تشميعه، يعني ما يتسواش، يا دوب بس يقعد لون زي ما انتم شايفين، تمام. وهجيب بقى الرغيف واحط بقى المكونات اللي انا عايزاها. هنحط الاول الصلصه، وهنكون مقطعين فلفل وطماطم وبصل ترنشات لوحدهم، دول هنحطهم في رغيف. وهنحط لحمه مفرومه معصجه لو عندك، لو ما عندكيش بتحطي شاورما، اي نوع انت عايزاه. احنا هنا بنحط لحمه مفرومه، وبعدين جبنا بقى جبنه موتزاريلا وحطيناها في رغيف.
بس، وبنلفه زي ما انتوا شايفين رول كده، وبنشيله بالراحة طبعا، بنحطه في الصينية. وبعد ما نحطه في الصينيه بنفرده بالطريقه اللي انتوا شايفينها دي، وبنحط عليه جبنه موتزاريلا من فوق. لو حباه يبقى عالي ما تبططيهوش زي ما احنا بنبططه، وحطيه في الفرن وحطي بس عليه الموتزاريلا وخلاص على كده. هو طبعا الشيف بتاعنا بيشتغل ثلاثه ما شاء الله مع بعض. بصوا، بنحط اللحمه المفرومه او الشاورما، ونحط عليها البصل والطماطم والفلفل، وبعد كده الجبنه الموتزاريلا، ونلف رول بس كده. هنقفل كده الحشوات بتاعت العيش السوري ونرجع لكم تاني. صنف تاني بقى حلو بنعمله بالبسبوسة والكنافة والجبنة الموتزاريلا، ونلف رول ونسويه بنفس الطريقة، ونحط عليه مكسرات. احنا حطينا زبيب وعين جمل، لو عندك مكسرات جوز هند اي حاجة تانية بتقدري تحطيها. وده الشكل النهائي، انا سويتها على الجريل. يا رب الفيديو يكون عجبكم، لو عجبكم ما تنسوناش في اللايك والشير، وفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد. هتوحشونا، واشوفكم على خير، واسيبكم بقى مع الصور.